قبل أن أبدأ خلي أذكرك بفد شغلة معينة. إحنا شلون نسوي عملية إدخال للمتغيرات؟ كنا من خلال كلاس الاسكانر، إذا تذكرون عليه. كلاس الاسكانر شلون إحنا ننشئه؟ مجرد إنه ننشئ من عنده كائن. زين، إحنا شلون راح ننشئ من عنده كائن؟ مجرد إنه أكتب سكانر، سكانر هذا الشكل. فلما راح أضغط راح يسوي لي امبورت، يضيف لهاي المكتبه، قلنا هاي المكتبه او هذا مسار الكلاس اللي هو السكنر. هذا السكنر انشا من عنده متغير ان انبوت يساوي نيو سكنر. سكنر سيستم، قلنا هنا سيستم دوت ان بهذا الشكل، وهنا أنا اخر شيء فارزه من خطأ. هذا انا سويته هسه اوبجكت، وعرفنا شنو معنى الاوبجكت بالمحاضرات الاولى. اوكي زين، احنا عندنا مجموعه من المتغيرات. احنا اخذنا المتغيرات، مثلا اذا تريد تسوي انتجر، انتجر اي تساوي اكتب هنا ان انبوت دوت هنا نيكست انتجر. فهنا راح يدخل لي عملية أو راح يدخل لي انتجر، رقم انتجر. فمثل ما أشغله لاحظ إنه هنا أنا راح أدخل لي مثلا انتجر وراح أضغط انتر. هاي خلص ال البرنامج مالتي. لكن إذا أنا عندي متغير، شوف هنا أنا أريدك تركز وياي هنا. إذا أنا عندي متغير كاركتر، أوكي، لما عندنا متغير كاركتر خلى مثلا اسميه مثلا سي تساوي، اريد اسوي له عملية انبوت، اريد اسوي له عملية ادخال. فلما اجي هنا انبوت دوت، فالاحظ انه اذا دورت على النكس كاركتر ما راح القاها موجودة، ما راح القاها موجودة يعني. اوكي فزين، شلون راح ادخل هنا متغير، او شلون راح اخلي هذا الكاركتر يستقبل من الكيبورد؟ يعني هاي فد شغله انا هناك ما شرحتها، لكن هنا انا هسه راح اشرحها. اوكي هسه اذا نلاحظ انه ندور هاي الدوال كلها ما بيها. اذا مثلا نكتب هسه هذا نكست بوليان بايت دبل فلوت انتجر لاين لونج، يعني هواي، لكن الكاركتر ما موجوده. يعني شلون راح ندخل الكاركتر؟ سهله، تدري شلون؟ بالبدايه شلون يعني راح نسويها بشغله لوفاي؟ انه بالبدايه شو اسوي؟ اسوي متغير سترنج. اوكي هذا سترنج انا نسميه اس يساوي، وأدخل له input dot next. قلنا هذه الدالة next دخلنا كلمة واحدة فقط وترجع لي string. يعني أنا إذا أخليها هاي next، إذا أخليها على الكاركتر ما راح شو اسمه ما راح تشتغل. ليش؟ لأن هذا راح ترجع لي string. فهسه أنا لما خلي أضرب لك مثال، مثلا car اي تساوي نسيت هاي اسنسخها اخليها هنا، مش راح يطلع لي، راح يطلع لي خطأ. ليش؟ لان هاي النكست راح ترجع لي سترنج وهذا كار. فهنا حتى من اريد اصحح الخطأ يقول لي change type of the of a to string، يعني لازم هذا الاي احوله سترنج ما يصير كاركتر. تمام زين، انا ما اريده، اريد كاركتر. اوكي ما اريد سترنج، اريد char. فهالشكل راح اسوي، حول هذا char. زين انا هنا انا مدخلت نص، من هذا النص اذا اسوي s الاس يعني السترنج مالتي دوت، هنا راح تطلع لي هواي دوال.
ننظم منها يعني از انبوتي اذا كانت فارغه، اذا كانت تريد تسويها هواي شغلات في هاي الدوال، ان شاء الله نشرحها بالمحاضرات القادمه. ايش عندنا؟ عندنا داله من هاي الدوال اللي راح ترجع لي char يعني حرف، واسمها char at او at. اوكي، ايش داخلها؟ يكون داخلها اندكس. اوكي، انا راح استعملها هاي. ايش راح يخلون داخلها؟ راح يخلون صفر. شوف، خلي ارسم لك هنا السترنج. انت لما مثلا تجي تريد تسوي سترنج، فالسترنج عباره عن مصفوفه بهذا الشكل يصير. فهو لما يجي مثلا مصفوفه بهذا الشكل، هذا مثلا صفر واحد اثنين، دائما تبدا من صفر وتستمر الى ايش قد حجمها هي حتستمر. فلما اخلي داخل السترنج فد كلمه، ايش راح تتجزأ؟ راح تتجزأ لي مثلا انا دخلت كلمه علي، هاي علي بهذا الشكل، فراح يجي الاي هنا والال هنا والاي هنا. لاحظ هذا الاي، فالاي ايش قد صار رقمه؟ صار صفر، والال صار واحد، والاي صار اثنين. تمام، زين، اوكي، خلي نجي ننفذ هنا. هسه انا راح انفذ هنا، راح ادخل علي. اوكي، هنا ايش راح يسوي لي لما اضغط انتر؟ حاليا ما راح يسوي لي شيء، انا ما مسوي عمليه طباعه، بس ايش راح يسوي لي؟ راح يدخل لي هذا علي، راح يدخل لي يا وين؟ دخل لي داخل الاس، راح يحفظه داخل متغير الاس. متغير الاس انا سويت له، قلت له اس دوت شار ات، يعني جيب لي الحرف، الحرف يا حرف اللي الاندكس مالته، هذا نسميه اندكس، هذا الصفر والواحد والاثنين والثلاثه والفوق، هذا الفوق نسميه اندكس، اللي الاندكس مالته تساوي صفر، يعني هذا اول حرف يعني جيب لي اياه اللي هو اي، فهو راح يجيب لي اياه. فانا لما هسه اجي اسوي عمليه طباعه، المن اسوي عمليه طباعه للاي اللي هو الكاركتر، او خلينا نسميها مثلا سي، من شرط اي سي. اوكي، هذا متغير نوعه سي، فهو ايش راح يسوي؟ هو راح يجيب اول حرف من هذا السترنج وراح يخزنه داخل هذا السي. فلما اضغط ادخل هنا علي، راح يطبع لي حرف اي. زين، اذا قلت له انا جيب لي الحرف الثاني، اذا قلت له اول الحرف الثاني اللي هو رقم واحد، اوكي، اضغط هنا فاقول له علي، ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي يجيب لي الال. إذا قلت له يابا الحرف الثالث اللي هو الثاني، يعني هذا الحرف الثالث اللي هو الآي اللي هو رقم اثنين، فأنا أضغط اثنين. أوكي، فإيش راح هنا أنا أدخل علي، راح يجيب لي حرف الآي. تمام، زين، إذا دخلت غير كلمة مثلا هذا، راح أرجع صفر يعني يجيب لي الحرف الأول، وأنا أريد أدخل غير كلمة أو أقفه، خلي أوقفه أو أرجع هسه شغله. أوكي، خلي أكتب نور. أوكي، راح يجيب لي شنو؟ الحرف الأول، ماشي، راح يجيب لي الحرف الأول وين يخزنه؟ يخزنه داخل هذا السي. فهنا أنا بهاي الحالة أنا سويت عملية input المن، سويت عملية input للكاركتر بهذا الشكل. زين، انا ما اريد ان يعني ادخل نور، ادخل بس حرف واحد، بس حرف واحد. فمباشرة بس اجي هنا اكتب حرف مثلا W، اي حرف، واضغط انتر، فهو راح يطبع لي W. اوكي، اول حرف. اذا مثلا اريد ادخل حرف مثلا زيت، فاضغط انتر، فهو راح يعطيني حرف زيت، يعني مباشرة بس حرف واحد هو راح ينطبق عليه انه يجيب لي اول حرف، فهو راح يكون اول حرف. فواضح شباب اللي جاي؟